صباح الخير اختي اخويا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. اش اخباركم؟ اش كتعاودوا؟ كل شيء مزيان. المهم اش دايره هذا الفيديو معاكم؟ والله ما عرفت نبكي ولا نضحك ولا شنو ندير، الله اعلم. المهم غادي تشوفوا وجهي غادي تخلعوا، هذاك الشيء علاش باديه معاكم دايره نضاضر. اش اليوم صباح وجهي في جوج وجوه من هنايا، ما نكتبش عليكم. انا تنقول هادوك اللي تيستغلوا الفرصه وتصوروا في ديك اللقطه ناري، انا نحط لكم واحد التصويره ما عرفتش انا نحطها واش قبل ولا بعد، غادي تشوفوا غير الصباح ديال الغداري. اما الليله راه ما اشوف عينيا دموع 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 ولا حمرين. شتي هذيك البلبوزه؟ هذيك اللي البلبوزه داك سميتو اللي داير في العين الابيض ولا حمر احمر، اجي كنحس بالدم باغي يهبط منه. واحد الحريق واحد الحريق واحد الحرق، ما نقولش ليكم. واحد الحاله واحد الحاله، الله يفرجها وصافي صافي. ما قدرش هذيك الليله كاع نصور، عاد تخلعت التليفون ما قدرتش كاع نشدو، تخلعت وتنبكي. شدني وتنبكي تنقول دابا شوف رجليات ما كاينينش ولا مشاو العينين، كي غندير؟ شنو غادي ندير؟ كيفاش غنبدل؟ شنو كيفاش غناكل؟ هادشي بزاف ديال الافكار تراكموا لي في عقلي، وديت كنأكل انا كنخربق ونحط اي تنخربق ونحط، وتتشدني السخفه والدوخه. هادشي راه اصعب حاجه الصراحه هي الضو ديال العوينات. تنوضي راه صافي راه نموت، عجبتني راه نموت صافي راه بعينيها وحق الله. والله يفرج يا ربي يا ربي يا ربي، والله يشافي كل واحد، ما نبغي ولا شي حد. المهم الخوت ما درت حتى شي حاجه ديك الليله، تصوروا كنبرد غير بالفوطه والماء، كنبرد غير بالفوطه والماء مع شدني فيهم الحريق وتياكلوني، يعني راه جارحه حتى من الفوق. ومع العين ما عنديش الطفار كاع وجارحه، ما عرفتش هذيك مع اللحم تما غير طري بالزربه طابوا لي عينيا. ايوا صافي راه غد ليه البارح 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 صبحوا الشفار لاصقين مع داك اللحم الفوق، حاشاكم القيح كنمسح هو كيهبط، القيح كنمسح هو كيهبط صافي راه اجو ناري على احساس. وجاتني بالويكاند سبت وحد، وانا عينيا دابا كيقولي ديري بوماد العيني، كيقولي سير الفرماسي عندك تكطير، كنقول اللهم نصبر. ملي شفتهم بعدا الغد لي الاخر بعدا حيدات ديك الحموريه، قلت اللهم نصبر حتى يشوفني اختي الطبيب. العينين ما كنحملش انا نلعب بهم كاع، وكانوا شحال هذه الصراحه هاد العين هذه اليمنيه كانت كتقول لي شوفي الطبيب ديري النضاضر، يعني كتألمني، كانت كتنفخ وتفش كتسد واحد شويه. هو الحمد لله الحمد لله اليوم راه شو هاد البلاصه، هادي هاد البلاصه صابحين عندي جوج عينين والنيف تشتت هنايا. والله ما عرفت نضحك ولا نبكي، المهم تنشكي عليكم ونضحككم شويه. الله يفرجها وصافي الله يفرجها وصافي. الخوت انا هاد العام ما عرفتش الخوت مالي، ما عرفتش مالي. صورو كنخرج من كارثه دخل في الاخر اكبر منه. يا الله هاد السيمانه جاتني خطيه في الماء، كان خسر ليا الروبين جاتني خطيه في الماء، حق الله باقي تما كيتسنى. يلاه كنحاول انني نستوعب هادشي، جاتني في العوينات صافي. بديت كنقول الحمد لله يا ربي الحمد لله يا ربي، تصور وليت كنغمض عيني ونبقى نقلب على شي حاجه نقول ناري. حتى والله شي افكار جاوني، شي افكار راكم عارفين كتبقاو الحماق كيجيكم افكار ما نقولش ليكم. المهم بلا ما نقوي عليكم نمشي الخوت دابا غادي نخرج باش نمشي نشوف الطبيب. واللي قال لي ها نتوما معايا، والله ما قدرت تنبدل. شوفوا الصابو كيدير حالته بحال شي هما ما عرفتش مين، ما قدرت نتحمل بالصبر ديالي. كيناتو بزاف يا اختي يا اختي، هنا يجي للصيدلية دخل شي محل شي ياخد ليا الدواء نشوف شنو. اكره حاجة عندي هي كيناتو الدواء وداك التخربيق. سيموت يا اختي الدواء. المهم اختي شوفو اشنو تاني في نفخ. يلاه رجعت دابا من الطبيب، ماشي حاجه حق الله مع الشعه ديال التليفون ما قدرتش نكمل لكم التصويره اختي بهاكا. المهم هاكا خرج ليا الورقه اللي كنت ندير ليا سي محمد، خرج ليا هاد التقطيره هاي الورقه وواحد الكينه على ود الميكروب ما لقيتهاش. انتو حنا راه كيديروا غير اوردونس هاد الصغيره، واحد الكينه ما لقيتهاش
على ود قال لي لك عندك شي ميكروب ولا شي حاجه لداخل ولا شميتي شي حاجه تشربي ديك الكينه تخرج ليك. حق الله يا اخوتي ما قدرت نشوف. صافي من تما قلت خرج غنمشي لعند مول السنان. بديت شاكه في شي حاجه انني واش شي سنه ولا هذا يكون يدير ليا بحال هكا. شكيت قلت صافي غنمشي عند مول السنان ونسولو زعما على شي حاجه. قال لي الا كان فك الحريق ولا تقدر. حتى هو عطاني واحد البرا. صراحه ما خداش مني ما تخلصش مني. عطاني واحد صينيال قال لي غادي تغسلي بيه وترجعي ليا. قال لي غير مره وحده غسلي بيه ورجعي ليا هكا دابا بلاتي يجي سم محمد. وعطاني واحد البراويت واحد العيب سيمو جيب هذيك الكرتون عطانا من السنان. راه ريس اري كاينه جيب لي مطيش عرفتي باغا تهيت غير مع الحراره. جيب لي يا صاحبي بعدا البواطه مع الحراره هادشي واحد الحراره ما نقولش لكم. خارجه انا ما دايره حتى شي حاجه. هادشي كتجيني غريب انني نخرج ما دايره. شوفوا عينيا معاهم كبارين تبارك الله دوك كبروا. انتم عطاني هاد العيبه هادي قال لي اش كيعطاك دابا ملي جا ثلاثه ايوا اللي فينا من البراوات السحم. واش جبت الاخرين؟ ها انتوما عطاني كل وحده قال لي هذه فيها شويه ياكو. عطاني هاد الصينيه هذا انتوما عقلو عليه زوين. وعطاني هاد لاباري هذه قال لي غترجعيها ليا. بلاتي قال لي الاه هي اللي غتجي من فوق. دابا انا قلت هاد الشيء ما غنديرو حتى غير ناكل ونغسل فمي مزيان ونديرو صافي. المهم غادي نرجع له غير الكرطونه ونرجع له هاد الصينيه هذا تنغسل فمي. قال لي حاولي قال لي الماكسيموم ديريهم اكثر من ربع ساعه ديريهم. ايوا صافي خدي السعند وقلت خارجه حيت انا وليت عرفتي شنو وليت واحد شنو نقول لكم اش غادي نقولها لكم بواحد المصطلح. وليت فيا واحد الخمول واحد العجز واحد الحاله واحد ولا حول ولا قوه الا بالله. عرفتي وليت هادشي وليت غير ايهام لراسي غير باغا غير نعس. باغا ما بقيتش باغا نشوف بنادم. ما بقيتش باغا نشوف حتى شي حد. ولا راسي غير مزنزن عليا واحد الحاله ما نقولش لكم. ما تبغي حتى شي واحد والله الا وليت بزاف لا حول ولا قوه الا بالله. ما شكيت عليكم. انا عارفه باش كنوصل لهاد الحاله عرفتوا جوج حوايج كنبغي نديرهم. كنبغي انا شعري كيعجبني طويل وتبارك الله طويل تبارك الله وشعري تبارك الله مهم الزغبه وداكشي مهم طويل. ملي كنوصل لهاد الحاله كنولي باغا نقطعو من هنا نخليه من هنا. ما كنبقاش حامله وما كنبقاش حامله انني نخرج ونشوف الزنقه والهضره كنولي نقلل فهمتي. ما كنبقاش اجتماعيه بحال كنبغي ندخل في توحد. والله الا كنبغي كندخل لواحد العزله ما نعاودش ليكم والله. ودابا زادو كملوا عليا حتى العينين. ما عرفتش واحد الحاله ما تتفهمش. كتولي حتى حاجه ما صادقه لك. عرفتي ولي اي حاجه كنحط في يدي حتى حاجه ما صادقه ليا. راه زعما الله يفرجها وصافي والله يهدي بخلق. دابا الخوت نخليكم من داك سميتو كولير بلوم ما عرفتش واش سميتو هي هذيك لايتر. المهم انا غير ما نديوش عليها الحاوله كنقرا حاوله. خرجوا لي هاد التقطيره هادي والكينه ما لقيتهاش حتى الغدا. عاد خاصني ناخذها ولا نشوف واحد الصيدليه لتحت تنصيفط سي محمد ياخذها ليا. على ود حتى كان شي ميكروب ولا شي حاجه يخرج. حيت انا قبل يعني بدا كيخرج لي الحبوب بدات وجهي ما نعاودش لكم حالته. عاد داز لي داكشي للعينين ولكن عينيا صراحه شو راه في الفيديو اللي قبل بديت كنتشكى منهم. يعني كنكون جالسه كنحس بهم باغيني هابطو من بلاصتو وكتبقى تسد ليا هادي شويه. عاد راه كنت نشوفوهم في الصباح. راه والله هانتوما كان الصباح بحال هكا في الصباح بحال هكا وني في كل منفوخ. يا والله يشافي والله يسهل على كل واحد. والله يعطي لكل واحد صحيحته. شوف راه اللي جيت في الصحه والله الا كتقتل ولكن راه مكاينش بحال العوينات والرجلين. والله الله يشافي جميع المسلمين يا ربي ونخليكم في امان الله.